شجر رسول احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على وعلم. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، والصلاة والسلام على من عليه صلى وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد، عبدك ونبيك ورسولك الشاهد المبشر النذير، داعي إليك بإذنك السراج المنير، وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد، لقاء متجدد، برنامجكم هل سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. هل سألوا برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا أيها الأفاضل في هذه السانحة المباركة صاحب الفضيلة شيخنا أستاذنا الدكتور الشيخ محمد الشيخ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. وبه شيخنا محمد، مرحبا بك. بك مرحبا سلام. كيف الحال؟ الله يبارك فيك. الحمد لله، الله يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله. قال عز من قائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. صدق الله العظيم. فما الذي أمر به الله سبحانه وتعالى أن يوصل؟ شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأعزاء حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. هذه من سورة الرعد، آية من سورة الرعد عند رأس الحزب: فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وهذه أوصافهم، فهو يتحدث عن أوصاف أولي الألباب. ومن أوصافهم أنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل من الصلات التي كتبها على الناس. نتحدث عن هذا الموضوع أستاذ أحمد ونحن ندرك حقيقة الصلة التي تتفرع: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كل هذه المعاني تدخل في هذا الباب. والإنسان بشر، قد تتكدر حياته، وقد تحصل بين الناس من الهنات ما يحصل. وأمر حدث بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على جلالة قدرهم، ولا نقول هذا الكلام انتقاصا من أقدارهم رضي الله عنهم، وإنما لنعلم أننا نبقى بشرا. ولكن دائما الإنسان المؤمن عائد إلى ربه، لا يستمر في الخطأ، يتوقف عند حدود الله من جهة، وثانيا عندما يقع يرجع. لاحظ القرآن الكريم عندما يتحدث مثلا في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. لاحظ التعبير: والكاظمين الغيظ.
كاظمين الغيظ الذين يملكون غيظهم، بمعنى أنه ليس الذين لا يغتاظون، هم يغتاظون ولكنهم يملكون، بمعنى أن صفة الغيظ ما زالت موجودة فيهم. صحيح. لا تزول. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، بمعنى أنه يغضب، جائز في حقه أن يغضب، بشري بطبع بشري لا يمكن أن يتفلت منه الإنسان، إلا أنه ينبغي للإنسان أن يعود. ولذلك على شطن الإسلام النبي وقت لنا 3 أيام، 3 أيام حتى تهدأ ثورة النفس. اليوم الأول نقول له عاود ارجع، صعيبة. اليوم الثاني صعيبة. اليوم الثالث يفترض الإنسان البشري العادي المؤمن اللي عنده برنامج إسلامي في ذاته، عنده برنامج إسلامي في ذاته، يوم الثالث نفسه تكون قد هدأت ويرجع. نقول هذا الكلام من جهة، ونقول هذا الكلام ونحن نعي بأن الإنسان أحيانا يبحث عن الفرص فلا يجدها، فرص المصالحة، ماذا سيقول عني وكيف سيتصرف معي. الله تعالى أعطانا بعض المناسبات والمحطات يكون الإنسان فيها صلته بالله تكون قوية متجهة نحو الله، واحدة. 2، جانب الخير هو الجانب المتغلب على الإنسان، الجانب الإيماني هو الجانب المتغلب على الإنسان، ورمضان واحد من هذه الفرص. الله. شوف رمضان وعدنا في أخريته العيد، العيد يجرب إنسان يروح واحد يدقدق عليه في غير رمضان، يعني في ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادة، رجب، في أي يوم، ويجرب أنه يذهب إليه يوم العيد أو إذا حل رمضان. النفوس تكون رطبة وتكون متصلة بالله سبحانه وتعالى، ولأن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تصفد الشياطين، فالإقبال على الله تعالى يكون بصورة كبيرة جدا. ولذلك هذا الكلام كله نقول هذا الكلام كله من أجل اغتنام مثل هذه الفرص لإعادة ترميم الصلات وإعادة إنشاء الصلات التي تكون قد تحطمت أو تكون قد تكسرت أو تكون قد فترت وضعفت. فهذه فرص عظيمة أعطاها الله تعالى لنا. يرجع الأخ إلى أخيه، ترجع الأخت إلى أختها، ويرجع الأخ إلى أخته، وترجع الأخت إلى أخيها، ويرجع الجار إلى جاره، ويرجع الابن إلى أبيه، ترجع البنت إلى أبيها وإلى أمها. لاحظ بأنه بين الحين والآخر يحدثون مشاهدين المتصلين مثل هذه الأمور التي تقع، ونحن دائما نرشدهم إلى أن يغلبوا جانب الحكمة ويغلبوا جانب الإيمان على أي جانب آخر. الله يبارك فيكم شيخنا وأحسن الله إليك. وقفتنا عند قوله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. هذا هو محل، لأنه يخافون سوء الحساب. صحيح. يخافون الحساب يوم القيامة. صحيح. فلذلك فهم يحاسبون أنفسهم في هذه الدنيا. الله ينورك شيخنا. وكانت إشاراتك أيضا حتى للأزواج، لأن أصبح عدم الوصل. صحيح. في وجود حالات، يعني في رمضان وفي هذه الظروف يحدث نوع من التشنج شيخنا، وكل يذهب إلى حاله وتنفصل من العائلة في رمضان. والتشنجات بأسباب والله بسيطة. مرات أقف عند البائع في السوق وأرى خصومات، صدقني أحار كيف نشأت. لا معناها من لا شيء، لا ملاح، لا محل لها أصلا، بحاجة بسيطة جدا، بحاجة بسيطة جدا يتصيب ويغتاظ
ويفقد يكاد يفقد وعيه للأسف الشديد، لا حول ولا قوة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله يبارك فيك شيخنا محمد، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. هلا سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. على بركة الله أيها الأفاضل، نشرع في الاستماع للانشغالات، وعلى بركة الله نبدأ من تلمسان أختنا زهور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. رمضان مبارك عليكم أبا، الله يحفظكم إن شاء الله وربي يخليكم على هذا الحصة. علينا وعليكم إن شاء الله أخت زهور، مرحبا آمين. بك. آمين، مرحبا بالشيخ اللي معك إن شاء الله، الله يفتح عليك علينا وعليه إن شاء الله يا ربي. يا رب. آمين. شيخ نقول لك أنا هذا العام نينا كل سيدنا رمضان ماشي ناكل، هني نضرب البرا ثلاثة تاع ليباري عندي في النهار. أيه. واش نفدي؟ قالوا لي خاصك تفدي، نفدي قبل من اللي بدا زعما نفطر، ولا حتى يكمل رمضان؟ شي يقول لي حتى يكمل رمضان، وشي يقول لي حتى زعما كل يوم نفدي، وانا الله غالب زعما غير الحساب اللي عندي، انا عندي ما يلحس على الاعاقه راني نمد ماشي نمد منها. وعندي ثاني كلام اخر، شي بني تاع الله يرحمه ويوسع عليه، ما كانش عندي اللي قبله، انا كنت ندوش له، وانا كما نقولوا قالوا لي حرام عليك اللي كنت تكشفي عليه وكل شيء، وانا الله غالب ما نسمحش فيه الله يرحمه هكذاك حتى نهار اللي لقى الله. الله يجازيك. كنت نوضيه ونسقمه ويا ونديره في بلاصته، هو كان فرحان ومشى راضي عليا الحمد لله. يا قالوا لي زعما كان في زعما ماشي انت هي اللي دين هذاك الشيء، وانا ما نستناش، خوتي كانوا بعاد عليا ماشي معايا في الدار. اللهم اغفر له وارحمه قبلاته، والله يجعل ربي يغفر لنا ويسمح لنا. الواليد نتاعي با هذا الله يرحمه. واضح، الله يرحمه برحمته. اخت زهور برك الله يرضى عليك، بالنسبه لمنحه الاعاقه هذه المنحة خاصة بك ولا بالوالد الله يرحمه؟ لا خاصة بي، أنا مريضة، أنا عندي إعاقة. الله يشفيك ويعافيك وينورك ويبارك فيك إن شاء الله أخت زهور. يحفظك يحفظك، ربي يطلبوا لي الشفاء لي والبنيتي إن شاء الله، ربي يشافينا إن شاء الله، ويعطيكم ويغنيكم، رمضان مبارك، وسلم لي على الشيخ اللي معك ما شاء الله عليكم كامل كما راكم، الله يبارك فيكم ويغنيكم ان شاء الله، الله يجعل لكم فيها في ميزان الحسنات هذه النصيحه اللي راكم تدوها لنا. امين امين، الله يبارك عليكم، يعطيك الصحه، ودعونا بدعوه الخير. الله يبارك فيك سيدتي، شكرا سيده زهر. يحفظك شيخ، الله يهنيك ويبارك فيك. سلام، ربي يحفظكم. مع السلامه. الله يبارك، السلام ورحمه الله. عين الدفله اخت خديجه. اخت خديجه مع عين الدفله. سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال. مرحبا خديجة، مرحبا أختي. لو كان سمعت البوشي. أيوة عاودي لي عاودي لي. نشوط له العنف وكاين تو البقر. دقيقة برك، أكيد تخدمي مع البوشي، مع الجزار. إيه خدام عند البوشي. أيوة. وشوط له العنف وكاين تو البقر قلت لك. كيفاه؟ شوط له زلالي فكر انت تضر زلفهم صافي نحي لهم الشعر هذاك. ايه تزلي فيه. نعم ايوه. غير وك انا هذا السيد هذا الراجل شغل عاجبني فيه، عاجبني هكا نتفكر وخلاص، ماشي وسواس كي شغل وسواس نتفكر وخلاص. ولا من يقصد في نيتي والو، هو ولا رجل اخر ولا اي رجل. واضح. ويعيط لي على جهه المصلحه. ويعيط لي وانا عيطت لجهه المصلحه برك. ايوه. ويخرج مني الماء، الماء يخرج مني الماء، الماء الماء هذا يخرج مني دائما يخرج مني. طيب. والان خلاص يا سيدي. واضح اخت خديجه، واحد راح يعطيك شيخ له صوره على الجواب هذا. عندك سؤال ثاني؟ كيف راكم برك؟ عندك سؤال ثاني؟ لا غير هذا. صحيح. واضح 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 اختي، عند اخت خديجه راح يعطيك صور الاجابه شيخنا، يوضح لك في هذه المساله المتعلقه بالصوم وغيره، بارك الله فيك. صح اني مكتوب ياسر، صح اخوي. الله ينورك. الى العاصمه اخت فاطمه. اخت فاطمه عاصمه. سيده سعيدي. اخت فاطمه معنا. لا بس ان شاء الله.
هلا سألوا عبر الخامسة قناته، لا بأس إن شاء الله ربي يبارك فيك. هلا سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية. خيرا من النعامة. السلام عليكم. وعليكم السلام أخت خيرة، مرحبا بك. وهلا شكرا أستاذ أحمد. لله الحمد لله، الله يبارك فيك وهنيك إن شاء الله. أستاذ عندي سؤال. تفضلي أستاذ خيرة. أستاذ أحمد والله لا راني في ضيق وكرب شديد. في ضيق إن شاء الله خير، ربي يفرج الكروب. في ضيق أشتم يتمكم الدعاء، راني وقعة في طلاق، أكرم تبعوني ربي لمشن لي. يا ربي يا ربي يا ربي، الله يستر علينا وعليك. مع العلم أن يومي يتيمة الأم، والله ما عندي بها ولي. مع العلم أن يتيمة الأم. يا ربي يتيمة الأب والأم. الأم برك الأب، الله ربي يفتح علينا وعليك إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا بارك الله. شكرا أختنا خير، ربي يفرج الكروب ان شاء الله. ايوه، من النعامه الى اين استاذه سعيدي؟ من النعامه الى اين فاطمه؟ ناس العاصمه اخت فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وليدي السلام عليكم. سلام حاجه فاطمه، لاباس؟ العاصمه. ربي يبارك فيكم وليدي، ربي يبارك فيكم ان شاء الله. وليدي لكن حبيت نسقسي برك. ايوه. على صلاه التسبيح حبيت نسقسي اجر نتاعها كيفاش. وثاني انا مريضه، كي نسجد مريضه من يدي، وكي نسجد ننظر ونخاف يكمل عليا هذا كيما ندرك هكذا نوض نحطو هكذا يدنا باش نوضو من القاعه، نحس شويه تعب والمرضي تاعي خايفه تزيد كي نفرسي عليها هكاك، ولا نقدر نصليها هكذا نوقف كي نقرا القران، بصح وقت السجود نقعد على الكرسي ونسجد هكذا في البيت. واضح. يعني الحاجه فاطمه، يعني انت القيام تقدري عليه لكن السجود والرفع منه صعيب. على راسي كيفاش نوصلوا للقاعة لازم نتكي على يدي، ويدي مريضة، المرض تاعي صعيب شوية. كي نتكي هكذا باش نسجد والنوض نخاف يزيد يكمل عليا. واضح. بس كنت نتكي على يدي باش نوض، على بالي كيفاش نسجد والنوض. واضح واضح سيدة. نتكي على يدي والنوض نحس بشوية، مش ستر كبير بس نخاف يزيد، نخاف يكمل عليا هذاك لافر الدرك هذا كيما نتكي هكذاك. واضح واضح. فوالا، ولا نقدر دوك نصلي هكذاك باسكو انايا الفرض اني نصلي وقفه ونسجد نورمال، بصح النوافل اني نوقف نقرا القران وقت السجود نقعد على الكرسي ونسجد في البيت. فهمتني وليدي؟ واضح سيده فاطمه. نعم. يعني واضح الامر. وثاني تاع الاجر تاع صلاه التسبيح اللي يصليها كل يوم ولا اللي يصليها مره في السمانه ولا الاجر تاعها ان شاء الله. اجر صلاه التسبيح. شيخنا عندك صوره على صلاه التسبيح؟ نعم. وثاني وليدي حبيت برك تدعوا لي، انا عندي عده امراض، عندي عده امراض، مريضه بعدتها الله يجيب الشفاء. الله يشفيك يا رب، الله يشفيك ويعافيك. في رمضان دعاء مقبول ان شاء الله. امين امين علينا وعليكم جميعا وكافه الساده المشاهدين ان شاء الله. سيده فاطمه الله يشفي كل مريض ويعافيه ان شاء الله. ايوه اخت فاطمه من اين؟ طهران هكذا. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام اخت فاطمه، مرحبا. فاطمه مين؟ الله يسلمك بارك الله فيكم. والله يا شيخ عندي سؤال حول الطلاق. ايوه. منذ مده يعني طلقني زوج نتاعي، يعني كان غضبان طلقني ثلاث مرات في مجلس واحد، يعني طلقني قال انت مطلقه مطلقه مطلقه. ايوه. من بعد يا شيخ خفت ونا بان الرجوع، يعني نقدر نرجع للزوج نتاعي. ايوه. والله يا شيخ انا زعما راني في حاله، كاين اللي يقول يجوز وكاين اللي يقول لا يجوز، وما قدرتش نرجع يعني بسبب هذه الفتوى. طيب الله يبارك فيك، خليني برك، شحال عندك من هذا الطلاق؟ شحال عندك عليه؟
مدة تقريبا شهر. شهر. نعم. وقال لك هذه الطلقة الوحيدة. الوحيدة ثلاث مرات في مجلس واحد. يفصل. الطلقة الوحيدة يعني ورجعني يعني قال لي أرجعتك يعني. ولكن يا شيخ الوسواس يعني دائما موسوسة دائما. راكي في دارك؟ نعم يا شيخ أنا في دارك. الله يبقى في دارك ولكن جاه الوسواس يعني خايفة. إيه الوسواس و ربي يبقى والله يا شيخ يعني العائلة راح تتشتت. لا 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 ان شاء الله لا ما تفتت حلا عائله ان شاء الله ربي يبقي الستر والسر ان شاء الله ان شاء الله يا ربي بارك الله فيكم. عندك سؤال ثاني سيده فاطمه؟ لا هذا فقط يا شيخ. مرحبا ان شاء الله يفصل لي فيه الشيخ ان شاء الله هو سيفصل لك شيخنا وربي يهدي السر. ايوه سيده سعيده لعين ذاك امه الله العاصمه. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك. وبك أهلا. أستاذة عندي سؤال، كاين دعاء دعا موسى عليه السلام لما يعني ضاقت به وقال لما أنزلت إلي الله عز وجل فاقر، هل هذا الدعاء يعني ممكن يعني هل يجوز أننا ندعو به ومتى يعني ندعو به؟ لما أنزلت علي من خير فقير. فقير إيه. لما إيه في قوم شعيب. نعم يعني هل نستطيع أن ندعو به يعني ومتى يعني؟ وعندي أيضا سؤال آخر. هل ندعو الله به ومتى؟ نعم وعندي سؤال آخر. تفضلي. ممكن يعني أنا عندي قط يعني ربيته يعني كان يعني ربيته في الدار ويخرج برا يعني ماشي دائما، ولكن يعني كنا بزاف متعلقين به ولما رحلونا يعني ما جبتوش ما ديتوش معايا، وسمعت مؤخرا أنه ربما يريبوا مثلا ديور هذوك يعني طاحت عليه، ولكن بقات يعني شغل في نفسي يعني قالوا لي على ما جبتيش، وقلت لهم يعني ما كناش على بالنا وين انا رايحين يعني فقط هذا السؤال. ما هو قط هذا؟ قط نربيته. الله يبارك فيك. ايه ولكن ما ديتوش معايا لاني قلت معليش ياكل خشاش الارض يعني مولفه ديك البلاصه. ايه. ولكن مؤخرا سمعت انه ممكن يعني ما كيريبوا الديور ما بالك طاحت عليه ولا قالوا لي مات. يعني فاش عاده كيكونوا يريبوا ما يعني ما يحوسوش على القطوطه باش يهربوا ولا ممكن طاحت عليه. معليش يعني واش هو الحكم يعني فقط استاذ يعني قعد في نفسي بزاف يعني. ربي شكرا. الله ينورك استاذه امه الله ربي يحفظ. انت معلمه قران؟ لا قطع. اه راحت. اه نبيلة من؟ الله يبارك فيك. السؤال حول دعاء موسى يبين أنها على اطلاع يعني. أخت نبيلة مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا. الله يبارك فيك وإنك إن شاء الله. مرحبا نبيلة من؟ الله يسلمك. حبيت نسخ فيك وعندي واحد زوج أسئلة. تفضلي الأول. السؤال الأول أنا راني حامل في الشهر التاسع. وعندي لوطونسو راهي بزاف 7-3-4-4 من غم بالضبط، والطبيبة تاعي قالت لي لازم تفطري. أنا فطرت 4 أيام، هذو 4 أيام كاين اللي قالوا لي خرج عليهم دراهم، كاين اللي قالوا لي خرج دراهم وصومي، كاين اللي قالوا لي صومي برك، كل واحد كيفاش يفتي لي. وشكون هادو اللي فتاو لك سيدة نبيلة؟ الأئمة شغل الزوجة تاعي راح تقصى. طيب إن شاء الله نجاوبك. هذا هو السؤال سيدة نبيلة. وعندي سؤال ثاني. عندي طيب مادام في سؤال ثاني عندي الأمة تاعي. أبقي معنا الله يرضى عليك سيدة نبيلة، أبقي معنا ربي يحفظك. معليش. يحين الآن مشاهدي الكرام موعد ثاني صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وما جاورها من مدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته آمين يا رب العالمين. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. أذن لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وما جاورها من مدن. تقبل الله صلاة الجميع. هل سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر؟ أيوة أخت نبيلة، السؤال الثاني. السلام عليكم. السؤال الثاني قلت لك عندي الأم تاعي أيوة دايرة تفريق بين أولادها. أيوة بين الأولاد والأبناء، البنات ولا الأولاد وشنو؟ تفريق تفرق. تسمع عندها إحنا أربع بنات وأربع أولاد. أيوة. عندي شان زوج تفضل اثنين كثيرا. ايه مفضلتهم. عندنا اخويا الكبير هذا غلط الله يغفر له. انا اصلا ما قدرتش نسمح له شغل على الغلطه اللي غلطها شغل على ربي للعبد. وصار ديك غلطه ايه ما يقبلها على ربي للعبد. معليش الله يغفر لينا وليه. ايوه مايك شغل كي قلنا لها شوفي وشوفي قلت لنا انا ما نسمحلوش وما يهضرش معايا وكامل وكامل. وما عاودت شغل ردت علينا اللوم قالت لنا لا وليدي ماهوش غلط، نتوما اللي غالطين وانتوما اللي ماكمش ملاح وانتوما اللي راكم غالطين في حقه. واضح. ولات ما تهدرش معانا، ولات كشغل ما تعيش تسقسي علينا ما تحوش علينا كشغل كي نروحو تبدا تدعي تبدا تقولنا انا وليدي ماهوش غلط وانتوما اللي غالطين وربي يخلص فيكم وراكم بولادكم شغل. ولان ملي كنحس روحي انا غالطه مش نحكي عليها وكاع بصح هي كشغل ولات ما تحوش علينا ما تسقسي علينا دارت لنا مشاكل بزاف مع الازواج تاعنا مع عائله الزوج. ما لحقنا لواحد المرحله لا اله الا الله محمد رسول الله. انا خايفة عليها شغل كي مش عارفه كيفاه. انا خايفه ما غدوه ما غدوه قدام ربي واش راح تقابلو شغل ربي راح يحاسبها علينا وعلى تربيتنا. انا
حنا نهضروا معاه تقولنا لا لا تقولنا انا مانيش غلطه نتوما راكم غالطين نتوما راكم ماكمش طايعيني. نقولوا لها شغل كونك حقيه كونك ام حقيه يعني كوني في بلاصه ام الصح. معليش سيده 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 نبيله شحال في عمرها الوالده؟ عمرها 67 67 يعني ماهيش كبيره بزاف ماهيش كبيره يا سيدي 67 سنة راهي مازالها صغيرة ولكن معليش مادام راكم بولادكم هذا باين انها تزوجت صغيرة يعني. ايه تزوجت صغيرة هي تزوجت في عمرها 18 سنة. ايه معناها لازم انتم تقوموا عليها ثاني يعني محتاجة رعايتكم لكن معليش شيخنا يوجهك. والله علي العظيم يا شيخ غير ديري لها جنة فوق الأرض. يعني قحز دينها على المعيشة اللي عايشينها حنايا والأزواج تاعنا وميم كيما نقولوا عرايسها كامل ما شاء الله الحمد لله. هي تما عندها خويا الكبير واختي اللي عليه خمجين الطريق ولا إله إلا الله محمد رسول الله وتسبح فيهم. معليش ربي إن شاء الله يهديها سبل السلام ويهدينا جميعا. سمعي سيدة نبيلة إلى توجيه الشيخ وربي إن شاء الله يوفقنا جميعا لكل خير. إن شاء الله إن شاء الله ودعونا معكم ورمضان مبارك وسمحونا. لا مرحبا مرحبا هذا الحصة وجدت لأجل ذلك أخت نبيلة شكرا. بارك الله فيكم صح رمضانكم صح فطوركم. يا الله يسلمك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. قسنطينة نسيمة أسماء الله يبارك فيك سيدة سعيدة. قسنطينة أخت أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صح رمضانكم. تقبل يسلم. الله منا ومنكم صالح الأعمال. أيوة تفضل. سيد عندي ثلاث أسئلة. الأول هل يجوز أن نعلق صور إنسان في المنزل ما يهمش إذا كان حي أو ميت؟ صور إنسان في المنزل ما يهمش هذاك الإنسان إذا أو مازال حي ولا ميت. إيه السؤال الثاني أسكن نقدر نصلي مع الإمام كي يصلي صلاة التراويح والشفع والوتر يكون مسجد قريب ليا ونسمع فيها صلاة التراويح والشفع والوتر. المسجد تشوفيه قدامك؟ ايه مقابلنا من دارهم يعني من دارهم. الو واضح واضح اخت اسمع يعني مقابلكم تشوفيه ولا مقابلكم برك تشوفي المصلين؟ لا ما نشوفهمش. اي هذا ما مقابلكمش الشغل مقابل الدار بس نسمعوا كي يحضر. لا انا سقسيتي اذا تشوفي ما طيب شيخنا سيوضح هذه المساله. السؤال الثالث لكن نقدر نقرا في المصحف وننوي الانسان يكون حي بصح ما يعرفش يقرا كبير وما يعرفش يقرا. اقرا في المصحف لانسان حي هذا والد ولا هي الوالد الله يبارك فيه ويحفظه ان شاء الله لا يعرف القراءه هي ما يعرفش يقرا وكبير في العمر ويقدر يسمع؟ يسمع نورمال هي. طيب الله يبارك له في القرآن إن شاء الله وشيخنا يوجهنا إن شاء الله ربي يعينكم. بارك الله فيك أخت أسماء من قسنطينة وتحية لكم جميعا. الله يعينك. أخيرا سيدة سعيدة أخيرا. أيوة سيدي بالعباس سي عبود. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. رمضانكم الله يبارك فيك يا سي عبود مرحبا بك من السيدي بالعباس الله يسلمك. ايوه عندي سؤال تفضل. هل يجوز السحور بين الاذان الاول والاذان الثاني؟ هل يجوز السحور بين الاذان الاول والثاني؟ يا اوكي الله صار قال السؤال كان لي سحر غير الله يبارك سبحان الله تقوى الجزائري هذا يحاول يتحرى قدر المستطاع. تحري نعم تحري صح باش ما يقعش خلاص التحري هو اللي يخلي الانسان يسال هذا الاسئله الدقيقه الله يخلي كاين شيخنا اللي يسمع الاذان الاول يخلع يقول لك باش يشيل الثاني وتقول له يبقى ويبقى متحرر خايف ليك انا سمعت فلان قال ايه سبحان الله 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 يكمل صح يعني والله الله يكمل لنا في هذا الورع هذا وفي التقوى ويعمه امين ويتعمم على كل المسائل ان شاء الله يا ربي شيخنا ان شاء الله. هل سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر برنامجكم اليومي
يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. بارك الله فيكم وفي ثقتكم، ووفق الله شيوخنا الأفاضل يعلموننا مما تطرحون من أسئلة. شيخنا محمد على بركة الله، المفتتح زهور من تلمسان تقول بأن عندها التفدي، هل تفدي تستعمل الإبر، تستعمل الإبر، الإبر الطبية 3 مرات في اليوم. يبدو أنها تقصد السكري. يبدو يبدو السكري، ثلث السكري أو غيره شيخنا. لا معناتها راهي في الحالة التي تفطر في رمضان. الله يبارك بهذا أو بذاك يعني. كيف أفدي؟ هل أفدي منذ الآن وش راي تصوم، أم تخلي حتى يكتمل الشهر؟ وهي تقول أنا عندي غير منحة الإعاقة هي اللي راح نمد منها. وتضيف شيخنا أن المرحوم أباها لما كان حيا كانت تقوم عليه في نظافته وتغسيله إلى غير ذلك، وثمة من أنكر عليها وقال لها لا يجوز لك إلى غير ذلك. هي قالت لي أنا هذا بابا ما نخليش ما نضيعوش، تطلب منكم الدعاء لها ولابنتها أيضا بالشفاء. نعم سيدة زهور، ربي يعافيك ويشافيك إن شاء الله تعالى ويعطيك قوة. وانت أكيد راكي تفطري بسبب عذر، بسبب عذر. الآن الفدية متى تجب؟ تجب بعد أن يحل اليوم ولم يصمه. بمعنى أنه رانا اليوم 14 من رمضان، 14 بمعنى أنه الواجب عليك هو 14 يوم. ال 15 ولا 16 يوم اللي راهي جايه مازال ماهوش واجب عليك، لانك لم تصومي، مازال ما فطرتيش. وبالتالي مثلا الانسان قبل ما يدخل رمضان ما يخرجش لانه غير ملزم. بعد ما يدخل رمضان يفترض انه واش يسالو سيدي ربي، يسالو غير اليوم الاول برك، الفديه تاع اليوم الاول برك. لما يفطر اليوم الثاني يسالو اليوم الاول واليوم الثاني. لكن العلماء يقولوا إذا دخل رمضان وأراد أن يفدي عن الأيام كلها جاز له، لأنه أصلا هو ما هوش مطالب بالفدية إلا عن الأيام التي أفطر فيها. وهو لم يفطر إلا 5 أيام ولا 6 أيام، إذن الواجب عليه هو 6 أيام 5 أيام. لكن مع ذلك إذا كان دخل رمضان وأراد أن يفدي عن رمضان كله جاز، وإذا ترك حتى يخرج رمضان ايضا جاز. الله ولا حرج ان شاء الله، ربي يحفظك ويبارك صلى ان شاء الله. وبالنسبه للسؤال تاع الوالد، الوالد لما يوصل هذه المرحله التي يعجز فيها عن القيام على نفسه وخدمه نفسه، خلاص عجز كلي، عجز كلي، يصبح كالطفل. يصبح هذا الانسان الذي معه يصبح معه كالطبيب مع مريضه، والطبيب مع مريضه إذا اضطر أن يطلع على عورته واضطر أن يعالج عورته جاز. نعم جاز. وبالتالي نفس الشيء سواء أكان ابنا أو بنتا، صحيح يعني مرات الأداب تقتضي أنه قال الرجل هو الذي يقوم عليه، لكن إذا انعدم ما كانش الابن راه بعيد وما يجيش ولا ما حبش، والبنت تشوف روحها بلي اذا ما دارتش هي هذا الشيء للوالد نتاعها لن يفعله احد غيره، لا ديروا. ايوه ديروا، وتحاول انها دائما تكون بالقفاز خشين، يعني الحمامات هذوك اللي يديروهم الفوط تاع اليد، وتحاول انها تبتعد عن النظر. لكن إذا اضطرت لتلامس عورته بمثل هذه الصورة لأنها مضطرة، كما الإنسان اللي مثلا يدير حاجته تحته مثلا وما يقدرش يغسله، شكون يقوم به؟ لازم يقوم به واحد، لتكون ابنته أو ابنه أو عروسته أو أي واحد. لماذا؟ لأنه الضرورة، وراه في حكم الممرض. إيه طبعا في حكم الممرض، في حكم الممرض الله غالب سيدة زهور. فما تأخذيش نفسك، اطمئني اطمئنان كلي، وربي بالعكس يعني يا ربي أجرك على هذه الخدمة العظيمة، الخدمة العظيمة اللي تقدميها للوالد ربي يرحمه ويوسع عليه.
فخدمة عظيمة يعني. الله يبارك عظيمة فيك. الدعاء لها ولي يا رب إن شاء الله تعالى. الله يعطيك ما كنت مني إن شاء الله تعالى. اللهم رب الناس إذ أذهب عنها عن زهور وعن ابنتها الباس، شفيها أنت الشافي، شفيهما أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. إن شاء الله هذا حد الباس سيد أزهر يا رب. أمين يا رب العالمين. يبارك فيك شيخنا. أخت خديجة. خديجة واضح سؤالتها. نعم. يعني لما نعوده يعني سيدة خديجة، الإنسان يحاول أن يعالج نفسه. مش معنى يعالج نفسه؟ ألا يسترسل مع ما يحدث له، بمعنى أنه يبعد عن ذهنه، يبعد عن. أنت الحمد لله من حيث الواقع قلتي ملتزمة، ولا أتحدث إلا عند الضرورة، ولا أتحدث إلا في الضرورة، ما كانش حاجة واحدة أخرى، ومع ذلك يقع الذي يقع. فأنت غير محاسبة على هذا. لماذا؟ لأنه كاين أحيانا خارج عن إرادة الإنسان، يكون خارج عن إرادة الإنسان. ففي مثل هذه الحالة، التي تسعين جاهدة إلى ألا تكون، وتحاذرين وتبتعدين، ولكن مع ذلك يقع منك ما يقع، يسيل ما يسيل، هذا أنت لا شيء عليك، فصيامك صحيح، صيامك صحيح ولا حرج فيه ما دمت تجاهدين نفسك. الإنسان لو كان قال لنا نسيت روحي وبقيت نفكر ومنا حتى وقع الذي وقع، هذا نعم عند المالكية عنده فيه القضاء وليس الكفارة. أيوة. القضاء فقط. طبعا يعني نتكلم على، لازم نقول نتكلم على المذي فقط، وفي عادة في مثل هذه العادة لا يقع إلا نزول المذي فقط، المني بعيد لا يقع. فإذا تعمد ذلك عند المالكية، لأنه مع أنك نقول عند المالكية معنا غيرهم، كاين غيرهم ما قالوش، قالوا لا مكان حتى حاجة. لماذا؟ لأنه وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم، ولا يتصور مع هذا أنه قد يحدث شيء. لكن قالوا إذا تعمد الإنسان واسترسل وخلى الفكر نتاعو ووقع له هذا وشعر به بعد ذلك، فعنده القضاء. أما إذا حارب نفسه وبعدها كما تقول السيدة خديجة، فلا شيء عليك وصيامك صحيح إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيك شيخنا وحسن الله إليك. إلى خير من النعمة، راهي في ضيق وتطلب منكم الدعاء يا رب. واقعة الطلاق وكما طلاق إن شاء الله. لا إله إلا الله. الله يبارك فيك إن شاء الله. ربي يصلح الحال بينتكم سيدة خيرة. وهي يتيمة الأم. على كل حال هو لازم نوضح السيدة خيرة. أنت كان الأولى تقولي أني تربيت يتيمة. وثانيا اليتم إنما هو يتم الأبي. أيوة. يتم الأبي، ولكن مع ذلك يعني الأم فانك تتفقد، راهي حقيقة يعني تخلي الإنسان أكثر من اليتيم ولو كان كبيرا. صحيح. ولو كان كبيرا. فإن شاء الله تعالى ربي يصلح الحال ويرطب العشرة بينك وبين زوجك، ويقذف في قلبه المحنة، هذه في شهر رمضان وبمناسبة العيد إن شاء الله تعالى. يا رب. أمين. يا ربي الله يجمع الشمل تاعكم يا رب. أمين يا رب العالمين. طيب شيخنا، أختنا فاطمة من العاصمة تسأل عن صلاة التسبيح، أجرها كيف يكون، وتقول أول نبدأ بصلاة التسبيح. صلاة التسبيح على خلاف بين العلماء، هناك من يراها وهناك من لا يراها. الحديث اللي يستدل به العلماء أن أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته قالت أعلمني كلمات أقولهن في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم كبري عشرا، يعني في الصلاة كبري عشرا وسبحي عشرا أو احمديه واحمديه عشرا، ثم سل الله ما شئتي، ثم سل الله حاجتك. فهذا هو، فلا بأس يعني إنسان يحب يديرها عادي، لا حرج. الله يحفظك. فمعناه لما يكون إنسان عنده حاجة معينة، يعني مش كل وقت يديرها، تحتاج عنده حاجة من الحاجات يروح يدير هذه ويدعو الله سبحانه وتعالى. الله يبارك فيك. شيخنا الأولى، هل سامح لي هذا سؤال ربما نضيفه به في مسألة الحاجات وطلبها، هل صلاة الاستخارة أولى أم صلاة التسبيح؟ صلاة الاستخارة عندما
يفقد الإنسان الرأي الصواب ولا يعرف أهذا خير أم هذا. أيوة. وش معنى استخارة؟ معنى طلب الخير من الله، طلب توجيهه إلى الخير. أيوة. فموش عارف هو هذا العامل المليح وهذا العامل المليح، هذا السفر لهذا المكان مليح وهذا السفر هذا مليح، بصح موش عارف وين راه، هذا خير ولا هذا خير، فيسأل الله فيستخير الله تعالى. أما الحاجة فهي بينا، معناتها كاين شيء معين يطلبوا لأنه واضح محتاج ليه، راه محتاج إلى عمل. واحد عنده زوج عروض تاع العمل، هذا عنده استخارة، وواحد عنده يحتاج إلى عمل، فهو في حاجة. الله الله. فهو في حاجة. الله يبارك فيك شيخنا على التوضيح. تقول بأن في حركتها في صلاتها عند السجود عندما تهوي إلى الأرض إلى غير ذلك المرض يزيد، عندها مرض صعيب شوية وتخشى أن يزيد. تقول أني مثلا في النوافل في السجود أقعد على الكرسي عادي، ولكن في الفرض تسعى إلى أن تسجد على الأرض لكن تتأذى قليلا، فما حكمها وكيف تتصرف أخت فاطمة؟ لا 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 لا، نقول لك سيدة فاطمة ربي يشفيك ويعافيك، ما تخليش نفسك حتى تتأذي، ما تخليش نفسك حتى تتأذي. الله تعالى لا فاتقوا الله ما استطعتم، هكذا قال فاتقوا الله ما استطعتم. وانت إذا كان السجود والركوع السجود على الخصوص يحرجك فلا تحرجي نفسك، لا لا نقول لك لا لا. شوفي الله تعالى شرع لنا العبادات، هذه العبادات الغرض التحاوش هو تهذيب النفسي. العبادة إلى ولات تعذب النفس بدل التهذيب تصبح هي مصدر تعذيب، مش عبادة. صح. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في القيام وما أدراك، قال كذا قام في الليل نهض يقوم الليل وما تنعس غلبوا النعاس، وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ روح ترقد. اللهم صل على رسول الله. قال تعذب في روحك. اللهم صل على رسول الله. تعذب في روحك، روح ترقد باش تبقى لك الحلاوة تاع العبادة. فأنت نفس الشيء إذا كانت تعذبي بالسجود نقول لك لا، لا يصح أن تكون الصلاة مصدرا للعذاب، بل ينبغي أن تكون الصلاة مصدرا للراحة. وراحتك عندما أنت تشوفي روحك باللي كديري هكذا تحسي روحك مرتاحة وتدعي ربي سبحانه وتعالى كأنك في السجود دعي ربي، بدل ما أنك تروحي للتحت وتحسي روحك مغبونة وتستني وقتاش تنوضي. الله الله، طمأنينة. طمأنينة نعم. لا لا لا، لا تحرجي روحك سيدة فاطمة، بارك الله فيك، ربي يشفيك ويعافيك إن شاء الله. هذا هو المطلب، يعني قلت لك ادعوا لي راه عندي عدة أمراض. يا ربي نعم، الله يشفيها ويعافيها إن شاء الله. أخت فاطمة من وهران تقول منذ مدة طلقها زوجها 3 طلقات في مكان واحد، مجلس واحد، في مجلس واحد. وطبعا شيخنا الحمد لله واليوتيوب كاين، واحد يقعد يسمع في اليوتيوب، واحد يقول لك تقع ما تقع، هي تقول الشيوخ، هي تقول زوجها راح سأل الشيوخ كل واحد وش قال له. الآن راهي في بيتها وما هيش مطمئنة، فبما تجيبها شيخ؟ هو وش قال، وش قالت بأن زوجها سأل الشيوخ وكل واحد كيفاش يقول له؟ طبيعي جدا، طبيعي جدا، طبيعي جدا، لأن العلماء مختلفون في الطلاق الثلاث في مجلس واحد، أيقع طلقة واحدة أم يقع 3 طلقات؟ بمعنى أنه يقع 3 طلقات هناك من يقول به من الأئمة، والقول بأنه يقع طلقة واحدة هناك من قال به من الأئمة. بالعكس، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه والجزء من خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه، كان الطلاق بالثلاث لما يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق يعتبر طلقة واحدة. فلما أكثر الناس في وقت عمر واستشار مع الصحابة أوقعوه بالثلاث كما أنا وصاحبه. طبعا الصحابة وقفون عند الحدود، بمعنى أنك تقول له يتوقف مدرسة رسول الله. أي نعم، ولكن إحنا الآن تقول له شوف، تقول له شوف راه عندك 2 طلقات، بقاتك واحدة برك، لو كان طلق خلاص يزيد يقولها. ولا بالحرام عليه. سبحان الله العظيم، يعني ما في ذيك اللحظة،
في ذيك اللحظة ينتصر لنفسه ولا يبالي بأي شيء، ما يعني يرهن يرهن حياته، يرهن أولاده، يرهن زوجته، يرهن مستقبله، يرهن كل شيء ولا يهمه، المهم يرضي نفسه يقول هذيك الكلمة. والذي من بعد قلت من عهد عمر رضي الله عنه والناس يوقعون الطلاق بالثلاث في مجلس واحد طلقة واحدة، ثلاث طلقات، ثلاث طلقات حتى تنكح زوج غيره. ومن بعد جاءوا علماء بعد ذلك وعاودوا رجعوا، قالوا رجعوا للاصل تاع الخلاف تاع النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة ابي بكر الصديق، وحنا خذينا بهذا الراي وصبحنا نفتيوا بانه الطلاق لما يكون انت طالق انت طالق انت طالق، الطلقه الاولى هي طلقه، الطلقه الثانيه هي تاكيد للاولى، والطلقه الثالثه هي تاكيد للاولى. وبالتالي من افتاكي بانها تقع طلقه واحده وعاودتي رجعتي للبيت راكي صواب سيده، اطمئني اطمئنان كلي، نعطيوها لك ونحيو لك كل الغبش اللي في ذهنك وكل الوسواس اللي في ذهنك، راكي في حلالك، راكي في حياه زوجيه حلال، ما تخافي، ما تسمعي لواحد اخر اللي يجي واحد اخر يقول لا، يقول انا موجود، ما نقدرش نقولوا علاش قلت، صحيح علاش قلت، ولكن حنا حبينا نقولوا باللي رانا نطمئنوك ورانا عارفين واش نقولوا، رانا عارفين واش نقولوا، فاطمئني اطمئنان كلي. الله يبارك فيك شيخنا محمد وربي طيب العشرة بيناتكم يا رب. أمين. أختنا فاطمة من وهران إلى العاصمة، أختنا أمة الله، ربي بما أنزلت إلي من خير فقير، دعاء سيدنا موسى على وهو يسقي لابنتي شعيب كما تقول بعض الروايات، على كل هل ابنة شعيب، أيوة، هل لابنتي شعيب، ابنتي شعيب، وبعد يقول لك يعني الرجل الصالح ونبي الله شعيب. اي نعم، هو من يقول بانه شعيب ومن كفر الرجل الصالح. ايوه صحيح يعني. الله يخليك. طيب هل ندعو الله بهذا الدعاء شيخنا؟ لا مانع. ايوه وش المانع؟ شرع من قبلنا شرع لنا. أيوة. الا اذا ورد ما يناقضه او النبي صلى الله عليه وسلم اشار بغيره. فهذا نبي ودعاؤه ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا محتاج إلى معونة ومحتاج من يأخذ بيدي هذا الخير، هذا اللي داروا، فلذلك ربي سبحانه وتعالى مباشرة بفاء التعقيب فجاءته استجابة لهذا الدعاء، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي لما أنزلت من هذا الخير إني فقير إليه، لا بأس لا حرج. الله يبارك فيك شيخنا إن شاء الله. ربت أختنا أمة الله قطيطة صغيرة، فرحلوا وارتحلوا وقعدت القطيطة وحيدة وقالوا أنها ماتت، يعني النبهة ضميرها أنها ممكن كي خلتها كانت هي السبب في كي خلتها هو شيخنا أخواتنا خاصة يخشين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت امرأة تمام من نار في جميل كين حساسية كبيرة فعلا عند بناتنا واخواتاتنا في مسألة القطة، تخشى أن ينطبق عليها الحديث لهذا الأمر. أنا عرفت سائق كان معنا في سيارته يمشي يسير وقط قطع دحسه، تقول كأنه قتل عبد، ديبك والله كأنه قتل عبد الحديث شيخنا. إيه سبحان الله، يعني ما زلت الحديث أنا أذكرها كأنما قتل عبدا من تأنيب الضمير والخوف والبكاء، سبحان الله العظيم يعني لأنه كما قلت بارك الله فيك التفاتة جيدة، لأنه يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي تفضلت بذكر تلاوته بقراءته، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، بمعنى أنها إن حبستها وأطعمتها ما تدخلش في هذا، وإذا ومعنتها إذا تركتها تأكل من خشاش الأرض لا تدخل في هذا ثم ماتت لا تدخل في هذا. وعلى هذا الأساس القط نحن لسنا مسؤولين عنه، لسنا مسؤولين عنه، أنا راه موجود عندي ومن بعد خرجته براي يتبحر، خرجته تطلقته وسيارة ودهمته، أنا لست مسؤولا عن هذا، لست مسؤولا عن هذا، بل لو كان نجيو أكثر من هذا، أنا نروح للبيت نعيط الفلان نقول له في الهاتف أني محتاجك، يهبط يقطع الطريق باش يجي عندي، يقطع الطريق تدهمه سيارة ويموت، هل أكون أنا قد قتلته؟ لا، قتله أجله،
قتل واجله يعني أنا ما وبالتالي اطمئني يعني أنت ما عندك حتى ذنب في هذا. هل أنت ملزمة بأن تأخذيه معك؟ لا لست ملزمة، لست ولو تربى عندك أنت لست ملزمة، لأن القط مديور صحيح هو بين الطوافين عليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو من الطوافين عليكم أستاذ أحمد، من الطوافين عليكم أو الطوافات، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتين مع بعض. هو الراوي شك هل قال الطوافين أو قال الطوافات، شك من الراوي، قال إن بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم أو قال إنها من الطوافات عليكم، فالراوي لما شك قال من الطوافين أو من الطوافين عليكم أو الطوافات. فصحيح قلت هي من الطوافين علينا، ولكن لسنا ملزمين بأن أخذها لأنه عيشتها في البرا يعني في البراري، فأنت غير متعمدة، ليس لك ذنب في الموضوع من أقارب أو من بعيد حتى ولو وقع فعلا التهديم. أيوة ربي يبارك فيك إن شاء الله، بارك الله فيك سيدة أمة الله، ربي يبارك فيك. إلى أختنا نبيلة من المدية، هي حامل في الشهر التاسع، ربي يكمل عليها بالخير، عندها الضغط عالي وطلبت منها الطبيبة أن تفطر في 4 أيام وتقول ماذا أفعل؟ شوف سبحان الله، هذه ماشي تعليق نقبل أئمة، هذه اللي قالت من أئمة زوجها سقسى أئمة. أيوة أنا غلطنا بين هي وبين هي، نعم اللي سبقت. الله يبارك فيك. طيب ما قولكم في سؤال أختنا نبيلة؟ هو يعني المفروض الأئمة يقدروا واحد الأمر، واحد الظرف، هذا الظرف هذا هو بما جرت به الفتوى عند الناس وما يشلوشوش الناس، وأن الإنسان لا يصدر من رأيه، والإمام في المنبر ماهوش هو المبلغ عن الله، ماهوش هو، إن ره عنده جهة لابد أن يرجع إليها، ولو تركنا الناس يكونوا أحرار كما يحبوا، كل واحد كما يفتي كما يحب. شفنا في التسعينات لما الإمام ولا صباح يقول أنا ما أريكم هذا هو الرأي الذي لا يجوز الخروج عنه، وقعت الفوضى وقعت البلبال. ولذلك لابد من مرجعية تحمي، وكان يفترض أن الأئمة يعرفوا بأن المذهب المعتمد في هذا هو أن المرأة إذا كانت حاملا وخشيت على نفسها، خشيت على نفسها ولم تطق بسبب الضغط بسبب السكري بسبب كذا كذا كذا، واضطرت إلى أن تفطر، فهي كالمريض، حالتها حالة المريض، والمريض فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الواجب هو القضاء وليس الفدية، القضاء، القضاء بمعنى أنك تفطري عادي، راكي خايفة على روحك، تفطري عادي ولما توضعي حملك إن شاء الله توضعي بالسلامة ويتربى في عزك إن شاء الله تعالى، وتفرحي به وتفرح به العائلة وباباه، ومن بعد نهار اللي تشوفي روحك قادرة على القضاء أقضي. أقضي شكون هي اللي تقضي وتفدي؟ تفدي هي المرأة المرأة المرضع التي تخشى على جنينها، ما تخشاش على نفسها، لأنه كي تخشى على نفسها كأنها مريضة، إذن فهي تقضي فقط. أما إذا خشيت على نفس على جنينها فهي ماهيش مريضة، خايفة على ولدها، لذلك تأكل من أجل ولدها، هذه تفطر وتصوم تقضي وتفدي. فيه قول آخر صحيح، ولكن القول هذا ماهوش معمول به عندنا، والأئمة تاعنا مفروض ما يفتوش به. فالقضاء عندما توضعي الحمل نتاعك ويفوت عليك النفاس وترضعي ولدك بالصحة والهنا إن شاء الله تعالى، وتصيبي عندك طاقة، ولو فات رمضان نهار تصيبي عندك الطاقة عودي الأيام نتاعك. الله يبارك فيك شيخنا محمد وحسن الله إليك. أختنا نبيلة تقول بأن أمها تفرق بين الأولاد، وقد عرضت بين أيديكم لا إله الوضعيات الله المختلفة، 67 سنة ماهيش كبيرة يعني، هي الله يبارك، هي في دائرة الكهول يعني، مازال ما نتحدثوش على عجوز كبيرة، والله راهي الله يبارك. صحيح والله هذا أزمة يعني، هذه تكررت كثير 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 أستاذ أحمد، تكررت علي وحتى في الأسئلة المكتوبة اللي تجي البريد الإلكتروني موجودة بكثرة، تفريق الآباء للأبناء، والله مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا.
وشوف الأزمة نتاع البيت هي عندما يميل الأب إلى أحد أبنائه أو بناته، وتميل الأم إلى أحد أبنائها أو إحدى بناتها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تحبون أن يكونوا لكم في البر سواء؟ اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. وحتى وإذا كان مسألة الحب تبقى في القلب. صحيح. ما تبقى في القلب، ما يخرجهاش، ما يبينهاش قدام الأولاد. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف. هاو النتيجة. أو سبحان الله العظيم. ولذلك رغم أن سيدنا يعقوب يعني كان عادلا بينهم، ولكن مجرد ذلك الإحساس ذاك الحب الزائد مشعر بالغيرة ومشعر بالحسد ومشعر بالغيظ. ما نقولوا خلينا من الحسد والغيرة، يولي الغيظ، تولي علاش يا يما راكي ديري هكذا، وعلاش وانا مانيش وليدك. يبقى مسكين يتساءل وينشأ في العقد النفسية والأمراض النفسية الداخلية الباطنية. فنتمنى والأباء والأمهات يسمعوا هذا الكلام ويتقوا الله، يتقوا كما نأمر الأولاد بالطاعة، نأمر الآباء أيضا بالعدل في أبنائهم. يعدلوا في أبنائهم، يروح يزور هذا يزور الآخر، يمد لهذا يمد الآخر، يتعامل مع هذا بطريقة يتعامل مع هذا بطريقة نفس الطريقة، يمد الأولاد هذا يمد الأولاد هذا. الله يبارك فيك شيخ محمد. يعني الوقت سبحان الله مشى سريعا، دقيقتين نشوف الوقت. دقيقتين. أسماء مقسنطينة، هل يجوز أن تعلق صور إنسان في المنزل حيا كان أم ميتا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى. القضية مش قضية إنسان ميت ولا حي، يعني ما عندهاش علاقة، إنما العلاقة بالصورة في حد ذاتها. المجسمات أنه شديد فيها واضح. أيوة. اللي عندها ظل وغيرها فيه خلاف بين العلماء وتركه أولى. الله يبارك. وصلي مع الإمام والتراوح وشفع الوتر. لا. من خلال أسماعه. لا يصح. أقرأ في المصحف بنية الأجر لإنسان حي لكنه لا يقدر على القراءة. لا. وكبير في العمر. لا في ظني لا يصح أيضا. لماذا؟ لأنه هو مسؤول عن نفسه الآن. يقدر يسمع، يكفيها أن يسمع. يقدر يسمع. نعم. يأخذه. أيوة. يشد المصحف ولا يسمع، يدير القرآن ويسمع. أحسن. عبود من سيدي بالعباس، هل يجوز السحور بين الأذان الأول والثاني؟ بالأذان الأول إلى غاية الأذان الثاني كله وقت للسحور ولقيام الليل. ما تسحرش في الأذان الثاني. الأذان الثاني فقط. لأنه راهم يفوتوا واحد الحديث أنه إذا كان إنسان عنده شربة ماء ولا أكلة يكملها. لا، الحديث معلول عند كثير من العلماء. وعلماءنا قالوا من الأحاديث التي تركت. الله يبارك. تركوها العلماء. فعندما يوصل الأذان يحبس. إذا كانت جمعة في فمه سبقاته ويأذن، هذيك صحة نعم، لكن ما يزيد شيء أكل خلاص. شيخنا أستاذنا الدكتور شيخ محمد الشيخ، شكرا جزيلا لك. رمضانك كريم مبارك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم.